برافو برافو فرقتنا صراحة، يعني راح نبدي بالروقان من البداية. فمساء الخير، مساء المحبة لكل من يتابعنا داخل وخارج دولة الكويت. اليوم عندنا حلقة نتمنى أن هي تكون طاقة إيجابية لكل من يتابعنا. اليوم راح تكون حلقة نسائية مع صراحة شخصيات نسائية قدمت الكثير لمجتمعاتها. يمكن الأستاذة إقبال العيسى من السيدات اللي حطوا بصمة في عالم التربية والتعليم عندنا بالكويت. وعلشان نكون أيضا مستعدين للقائها راح تكون معانا اللايف كوتش المصرية اللي يعني سمعتها وشهرتها انتشرت في كل أركان الوطن العربي، هبة السواح راح تكون ضيفة معانا. فأكيد كل التواصل الاجتماعي راح يكون متفاعل ويانا الليلة من خلال هاشتاج ليالي الكويت عبر تويتر. قدموا كل مقترحاتكم، كل أسئلتكم وكل شيء حابين تتكلمون عنه من خلال فقرتنا اليوم راح تكون ممتدة إن شاء الله خلال الحلقة. راح نحاول نجاوب على كل أسئلتكم. فأنا صراحة حابة أن الحلقة اليوم تكون تفاعلية مع كل المغردين من خلال هاشتاغ ليالي الكويت. راح نبدي معاكم على بركة الله حلقتنا الليلة، فإن شاء الله يا رب متعة ما بعدها متعة. نبدي معاكم وفقرة زميلتنا العزيزة زينب شعبان مع الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني، وأشوفكم من بعدها نبدي حوارنا الليلة. اليوم في ليالي الكويت، إقبال العيسى مدير دار فضفضة للاستشارات الاستراتيجية، هبة السواح كاتبة ولايف كوتش. يا هلا مرحبا فيكم فقرة جديدة. اليوم ويانا فنانة تشكيلية حصلت على 4 جوائز وأيضا تميزت بتصميم الديكور. اليوم ويانا شيماء أشكناني. ان شاء الله شيماء، بالبدايه جمعتي بين الفن التشكيلي وتصميم الديكور، شنو العلاقه بينهم؟ اول شيء انا درست الارت مع الانتريال ديزاين وحبيت ادمجهم مع بعض، يعني احسهم اثنيناتهم لايقين على بعض ويكملون بعض. فدائما الفنان التشكيلي عنده نظره فنيه، فكوني اكون مصممه ديكور يكمله اني انا موهوبه بموهبه الفن فن التشكيلي. وشلون اكتشفتي موهبتك الفن التشكيلي؟ يمكن انا اللي ساعدني انه الوالد الله يرحمه فنان تشكيلي ونحات، فنشأت بيئة فنية، يعني من يوم احنا صغار يعني عيوننا تفتحت على اللوحات والمعارض والمتاحف برا الكويت، والفنانين كانوا يجون يزورونا عندنا بالبيت ويشتغلون بالورشة عند ابوي. فهذا لقيت ان انا عيوني قامت تلقط الاشياء الفنيه وحب الفن، وصار في عندي هذا الفضول اني ادش هذا العالم. فدرست الفنيه ومع الانتريال ديزاين، فحسيت ان صرت شويه اكاديميه، تعرفين ان بس تكونين عندك موهبه وتكملينها بالدراسه. واشتغلت بنفس مجال شغلي، فاحس كل شيء قاعد يكمل بعض. وش كثر ياخذ منك وقت على انك تصممين لوحه؟ يعتمد على حسب اللوحة، على حسب المزاج، يعني ساعات اللوحة تطلع معاي وساعات لا أخليها شيء كم شهر بعدين أرد أكمل عليها، بس الأغلب ما تطول، يعني أسبوع 10 أيام تخلص.
ولاحظنا فيك انك وايد قاعد تستعملين الاحرف، هل لها قصه؟ هل لها رساله من وراها؟ يمكن شوية طلعت معي بالصدفة الحروف العربية. أنا أحب الخط العربي، والخط العربي فيه يعني قيمة فنية كبيرة، فقلت ليش ما أدخله باللوحات. ودخلت تلقينا بأغلب لوحاتي تشوفين حروف ومساحات لونية بحروف، فتلقين ماكو كلام أو كلمة معينة، بس هي مجموعة حروف بمساحات لونية. صراحة أنا ما يتحابة أني أسوي هالتجربة وياك إذا ممكن. إن شاء الله. يلا نشوف. بدي أتكلم عن أهمية اختيار اللون المناسب حق المكان أو حق لوحاتك. شوفي، أنا لما هي أختار الألوان ما أختارها كذي بس عشوائية، أحب أكون اللون يكون مدروس، يعني وين أحطه، وين تنحط اللوحة، هذا إذا كان طلبه على زبون. بس ساعات أنا كذي بيني وبين نفسي أحب أخذ اللون ما يكون صريح من اليوتيوب، يعني أحب أخلط أمزج الألوان لين يطلع اللون اللي أحسه، أقول الله هذا اللون اللي راح يكمل اللوحة. ساعات وأنا أشتغل أحس إنه لا، كنا يبي لها إضافة لون، كنا يبي لها ساعات إضاءة، ساعات ولي لا خلي اللوحة كذي، فلين يطلع معي شيء يكون أنا راضية عنه، تكون عيوني راضية عنه وبس. إنزين، أقرب لوحة لك؟ شوف، هاي سؤال صعب شوية، لأن أنا كل اللوحات لما تعرفين تضلين وقت وانتي ترسمين، يعني أحس لمساتي عليها، فأحس إنه شوية يعني هذا الشيء يكون في بيني وبينها مثل ميزة، فأحس إنه أتقرب من اللوحة. فكل اللوحات كل واحدة لها وقت معين عطيتها من وقتي، أحس قريبة مني، ما أحس إنه في لوحة تتميز عن الثانية. أي بالضبط. شاركتي بوايد معارض، ودي أعرف أهمية أصلاً نحن نشارك معارض داخل الكويت وبرا الكويت. شوفي، غير المعارض اللي بالكويت، ومن يعني من فترة طويلة وأنا أشارك، أصريت إنه يكون لي حضور برا الكويت، فشاركت في أكاديمية الفنون المصرية في روما، عرضت في فلورنس، بالبحرين، سلطنة عمان، بدبي، توا قبل يعني قبل الكورونا سويت معرض في الحي الدبلوماسي في الرياض، فكان عندي يعني مشاركات وايد برا الكويت. وآخر معرض سويناه كان قبل فترة، كذي قبل شهر، في برج الحمراء، كنا مجموعة فنانات، فأصريت إنه يكون يعني لنا حضور عقب انقطاع طويل مع الكورونا وكذي. ساعات انقطع عن المجال لأنه يكون ما عندي شيء جديد أقدمه، بس دائما إذا في شغل وفي لوحات جديدة ليش لا، الواحد يشارك ويثبت وجوده. مشكورة شيماء، شكرا على الاستضافة. شكرا، نورتوا عالمي الخاص، ومشكورين. تسلمين، حياك ان شاء الله. تسلمون، نشوفكم على خير، مع السلامه. فقرة الفناتك، الجيمات بالقرع، وعندك المحلبية بالورد، كيكة الرطب، من كل البلادين. النخي عجيب، مع كل وصفات الكويت تلاقيها، مالتهم ما فيها تروالي، ما فيها النخي. هذا اللي يميز التراث الكويتي، شلون اكلنا مميز. مبرزه شغلك، نزاكه وسنع ودلها. تسلم ايدك. راح تطلع كلمه، انا لازم احل الكلمه، بس انت لازم تشرح لي الكلمه. اوكي، فهمت؟ ايه، فراح احطه على راسي. ايه؟ انزين، وانت تقرا الكلمه. انا طفيت التلفزيون قدامي عشان ما اطالع. اوكي. لهما شعبيه كبيره لدى مستمعيهم، يمتلكون مفتاح السعاده في كل صباح، بينهما تناغم عجيب عبر الاثير. انا شنو سويت؟ شنو اول سويت ايام الحظر؟ ايه، قمت وشريت. تخليص ولا صج؟ لا صج والله. يلا تفضل. قمت وشريت الكره. ايه؟ هذه اللي يسمونها فوتبول. ايه؟ وشريت لي دامبلز. ايه؟ ما ابي 2-3 كيلو، اخذت لي 1.5 بين البينين. ايه؟ لا هو 1 ولا 2. سلمان النجادي وزينب بنت علي ضيوفنا غدا في ليالي الكويت.
شاركونا على هاشتاغ ليالي الكويت. مكانة المرأة في المجتمع المعاصر ازدادت قيمة وأهمية بعد تمكنها من الحصول على حقوقها كاملة التي تتعلق بحرية التصرف في جميع أمور حياتها، إلى أن تمكنت المرأة من الوصول إلى جميع المناصب الهامة في العالم. عادة نقول إحنا خلصنا وصلنا مرحلة كأن الله قاعد يقول لي إن لا، بعد ليش دور ليك رسالة ما خلصتي، فقعدت أشوف شنو أنا متميزة بشنو وشنو شغفي. الأمر الذي يمكنها من اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي يتعلق بها مصير الشعوب المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في تنمية المجتمع تربوياً وثقافياً. بنفضفض في ليالي الكويت عن ما يخص جوانب المرأة العربية مع إقبال العيسى وهبة السواح. حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا، باسمكم أرحب بالأستاذة إقبال العيسى وأيضا الكاتبة هبة السواح، مساكم الله بالخير، حياكم الله بليالي الكويت. يا أهلا وسهلا، حياك الله. يا أهلا وسهلا يا هبة، نورتي الكويت. ميرسي يا غيدة، أهلا ربنا يكرمك يا رب، نور بأهلها. حياكم الله. أستاذة إقبال، لما نتكلم عن مبادرة فضفضة، الإنسان محتاج أنه يفضفض ومحتاج أنه يفضفض مع صديق صدوق مثل ما يقولون، كلميني عن هالمبادرة. في الواقع فضفضة تختلف عن ثرثرة. أي. في مجتمعاتنا الثرثرة أكثر من الفضفضة. جدا. الفضفضة أن الإنسان يعني يقعد مع مجموعة يتكلم فيها في شيء يفيده في تطوير نفسه، في تغيير ذاته، وطرح هذه المواضيع كل واحد راح يتكلم عن خبرته شنو مر فيه، فيصير في جماعات تدعم بعضها. أن فكرة الفضفضة أن الإنسان لما يقعد مع ناس هدفهم أنهم يرتقون بأنفسهم، بعدين يعني أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فتغيير النفس هذا أول شيء الواحد لازم ينظر، لازم أعرف أنا. وهذا اللي طرحته الأستاذة هبة، واللي كان بداية يعني توقفي عند كتابها لما قريتها سندريلا سيكريت، إن هي قالت من أنا وشنو أنا دوري بهالحياة. هو سؤال وجودي، بس عمرنا ما وقفنا وقلنا منو أنا، شنو أنا، شنو أبي، شنو يعني. لازم أعرف نفسي قبل لا أعرف الآخر، يعني لازم أنشغل بنفسي قبل لا أنشغل بالآخرين. صحيح. احنا للاسف مشغولين بالاخرين اكثر مما احنا مشغولين بنفسنا. نعم. فهذه اللي يعني شدني بكتاب سندريلا سيكريت. شلون تعرفتوا على بعض؟ قريت الكتاب يعني بالصدفه، انا يعني عرفت الكتاب ولما قريته وايد يعني تاثرت فيه وحبيت. وهي قالت في اخر الكتاب ان اذا عجبك ممكن تقعدين مع مجموعه تقرونه وتناقشون فيه. وبعدين الكتاب وايد فيه اسئله، حلو، يعني حتى لما يقرأ الواحد أول مرة ويرجع له بعدين راح يشوف كم التطور اللي هو تطوره بحياته. نفس الإجابة تختلف، لأن كل إنسان بدأ يعرف نفسه. حلو. فأحنا هني يعني لما كنا مجموعة وقرينا حبينا نشوف هبة، عاوزين نسألها في أسئلة، يعني عاوزين نعرف هي يعني إزاي حنجاوب على الأسئلة. حلو حلو. فاتصلنا فيها، هذا كان 2018. حلو.
فاتصلنا فيها واتفقنا معها وقلنا ما هو ممكن تيين يعني تعملين لنا ورشة عن الكتاب عن هاي التساؤلات إن تساعدنا إن إحنا نعرف نفسنا. فاتفقنا لما قررنا يعني على 2019 صارت كورونا وصار المنع صار 2020 2022. الله كاتب إنها تي 2022 بعد ما إحنا بعد زاد وعينا يعني راح الاستفادة راح تكون أكبر والمجموعة كبرت. فمن هذه بدت فكرة فضفضة أن يعني كانوا الناس يجون يرتاحون ناس تقول حق ناس كبرنا احتجنا إلى مقر شفنا أن احنا بالفعل احنا نساعد الناس بهالمعلومات وهم بعد يساعدوننا بمعلوماتهم. ارتقينا بالوعي ارتقينا بتطوير ذاتنا. جميل جميل. فكان لازم يعني هبة لما تسمعين هالكلام هذا وان كتاباتك كانت سبب اصلا بانشاء مثل هذه المبادره ايش كثر هالشيء يفرحك؟ حاجه خطيره يعني بحس بامتنان رهيب جدا ان ربنا سبحانه وتعالى خلاني اشوف بعيني اثر حاجه انا كتبتها. يمكن بيجي لي مسجز كتير من الناس ان انا كتاب عجبني وفرق معايا وان انتي جميله و و و بس ان انا اشوف بعيني مجموعه متجمعه على الكتاب والمجموعه زي ما استاذه اقبال قالت بتكبر وبيعملوا انشطه مع بعض وبيساعدوا بعض. فانا ان انا اشوف ده بعيني دي حاجه يعني انا ممتنه ليها جدا جدا يعني الحمد لله. انا متاكده ان الاف من المشاهدين عارفين منو هي هبه السواح، لكن اليوم بما ان لقائك الاول معنا بليالي الكويت فحابين نتعرف اكثر عليك. اللي عرفت ان حضرتك مقيمه في كندا. صحيح. انا مقيمه مع اولادي في كندا، عندي يعني شغلانتي الاساسيه از فول تايم مام، ام ولادي 16 و14 سنه. ولقيتي وقت تكتبين كتب يعني وتذكري وتدخلي تنميه؟ والله بصي هو سبحان الله يعني هي مساله اولويات. لما الواحد بيبقى عنده هدف في حياته بيعرف ينظم وقته. لما بيبقى عنده الهدف ده مش واضح او الرؤيه دي مش واضحه بتلاقي الحياه بتاخدك بقى في الروتين بتاعها والحاجات الكتيره اللي بنتشغل فيها فبيبقاش عندك وقت. فانا كنت يعني الحمد لله يعني حاسه ان دي حاجه هتفرق جدا في بصمتي اللي انا عايز اسيبها في الدنيا يعني. فطلع لها وقت الحمد لله. انا عايشه في كندا مع اولادي ودرست اصلا خريجه بزنس ادمنستريشن ماركتنج في مصر ودرست كوتشنج بعد ما اتخرجت وبدات في الكوتشنج رحلتي في تربيه الولاد في الاول علشان كانت ولادي يعني فانا كنت دي كانت بدايتي. وبعدين بدات اهتم بشخصيه البني ادم فطب ايه اللي ممكن ياثر فيه طب علاقه بابا ومامته فدخلت في المجال بتاع العلاقات وسافرت امريكا درست مع جون جري صاحب الكتب بتاعت رجال من المريخ والنساء من الزهره من اشهر الكتب يعني. طبعا طبعا. ودرست في كندا كمان ولما سافرت كندا يعني الموضوع ابتدى ياخد خطوات ان انا من الاطفال للعلاقات لشخصيه او علاقه البني ادم بنفسه ومن هنا طلعت الكورسز ومن هنا طلعت الكتب الكتابين. فهم دول خلاصه يعني يمكن التسلسل انت بداتيه بالعكس. بدأتي من بعد تكوين الأسرة وإنجاب الأطفال لكن رجعتي بعدين ستيب ورا 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 لغاية بناء الإنسان. بالضبط. فخلينا نتكلم عن أول شرط من شروط الإنسان الإيجابي في الدنيا، شنو المفروض يكون؟ أولا إن هو يبقى عارف يا غادة إن هو مهم أصلا، يعني يبقى عارف إن هو طالما أنا ربنا خلقني في الدنيا دي إذن أنا ليا دور فيها. أنا ما اتخلقتش بالصدفة ولا بالغلط ولا ماليش دور ولا ماليش لازمة. ربنا سبحانه وتعالى طالما خلقني إذن أنا شخصية مهمة VIP في هذه الدنيا وفي حاجة محتاج أو في حاجة أنا هعملها أو بصمة هسيبها في الدنيا دي قبل ما أمشي. فرقم واحد بس فكرة إدراك الإنسان لقيمته دي أول خطوة في أي إيجابية في الحياة. لأنه كتير قوي من مشاكلنا النهاردة هي أن أنا عندي مشكلة في نظرتي لنفسي أو شعوري بقيمتي. بأثر المشكلة دي بيكون إيه؟ بندخل في علاقات غلط، بنلهي نفسنا اللي مش حاسه بقيمتها دي بحاجات كتيره ما يعني مش حقيقيه، سعاده مش حقيقيه، زي ان احنا نقعد نشتري حاجات كتير احنا مش محتاجينها، زي ان احنا نقعد نقارن نفسنا بناس تانية كلها. حتى زي الاسقاط اللي بنعمله في تربيه ولادنا ساعات، التصرفات الغلط اللي بنعملها معاهم بتبقى جايه نبعه من برضو مشكلتي في علاقتي مع نفسي. فهو الترتيب جه بالعكس. ليه؟ لان انا كنت فاكره في الاول ان انا
اقصى مشاكلنا، ودي اغلب الستات بتيجي تشتكي منها، جوزي وولادي. وبعدين خلاص يلا بينا نحاول نحل جوزي وولادي دي، تلاقي نفسك ان انت داخله معاها في، لا ده هي في حاجه يعني زي حلقه مفقوده في علاقتها هي بنفسها اصلا قبل جوزها وولادها. فاول خطوه في الايجابيه هي ان انا اعرف ان انا ليا قيمه في الدنيا دي، عشان ابقى فاهم انه انا هدور في حياتي دي ازاي اثبت قيمتي او مش اثبتها، ازاي ان انا استخدمها، ازاي ان انا احط بصمتي او اسيب الاثر في الدنيا دي. فهتلاقي نفسك اتشغلتي بحاجات تانية خالص غير اللي الناس التانية اللي عندها مشكله في نظرتها لنفسها مشغوله بيها. صحيح صحيح. استاذ اقبال، حضرتك ايضا مربيه فاضله يعني تدرجتي في سلك التعليم وربيتي اجيال كثيره، خلينا نتكلم عن أهمية التربية المنزلية والمدرسية، هل تختلف في التعامل مع نفس شخصية الطفل؟ هو طبعا الإنسان رجع للشخصية. أنا لأن خلفيتي دراستي كانت علم نفس، وكان يعني دراستي تأهلني أن أكون في الطب النفسي، بس أنا الله اختارني للتعليم. فرحت للتعليم ووظفت معرفتي هذه أو علمي في، وصادف أن التعليم في مرحلة ثانوية اللي مرحلة المراهقة واللي هي تأكيد الذات. صحيح. كانت هذه يعني مرحلة حساسة. عادة احنا ما نعرف شلون نتعامل معها، لا الأهل يعرفون شلون يتعاملون معها ولا حتى المدرسين. فهني لما نربط بين البيت والمدرسة، أهم شيء أن أنا أعرف المراحل العمرية والتطور النفسي للطفل، لأن في كل مرحلة مشاعرة تتغير. في مرحلة المراهقة المشاعر ملخبطة، المراهق يبي يأكد ذاته، فإنه لما يقول يبي شيء أو يعارض طبعا عشان يأكد ذاته يكون مختلف، فالأهل يرفضون الاختلاف فيصير الصدام. صحيح. سواء كان بالبيت أو بالمدرسة. نعم. أنا هني صرت يعني مو بس ناظرة، صرت أخصائية نفسية. فلما تصير أي مشاكل أقعد مع الأم أقول لها أنه يعني لازم هاي المرحلة أن احنا نصادق عيالنا في هذه المرحلة بالذات. نعم. فالبيت والمدرسة يشتركون في أنه لازم يكون في وعي. صحيح. وعي بهذا الإنسان اللي أنا أتعامل معه. نعم. البيت مفروض أن احنا نعطي عيالنا الحب والاهتمام والإنصات، أسمع لهم، أهتم. يعني ساعات الطفل يكلم أمه، أمه لا هي سكتة، المفروض تترك كل شيء وتنتبه له وتسمع له. هذا اللي يبونه منه، وهذا اللي يخليه هو يحس أنه شخص له قيمته. طبعاً. يعني ما هو مجرد طفل اسكت لا تسوي لا تعلي صوتك، خلي الطفل يكون شخصيته، ياخذ حريته في المنزل. بالضبط. ويقولون فاقد الشيء لا يعطي، وكمدرسين لازم نبدي بنفسنا احنا كمربيين ان احنا نجد ذاتنا قبل لا نبدي نشكل ونكون شخصية الأطفال. صحيح. صحيح طبعا، لأن هو زي ما بتقولي، هو الطفل وهو صغير بيكون نظرته لنفسه بعينين مامته وباباه، بطريقتهم معاه. نعم. ولما بيكبر ده بيأثر على هو كونها شكلها عامل ازاي، هو تعلم عن نفسه ان هو مهم ولا مش مهم، ان هو رأيه بيحترم ولا رأيه بنتجاهله، ان هو ذكي ولا غبي. فلما بيكبر، وده مش معناه ان هو لو انا عندي مشكلة في نظرتي لنفسي ان انا بس اقعد الوم مامتي وبابايا وخلاص، لا طبعا خلاص. يعني انا ادركت ان انا عندي المشكلة دي دلوقتي، ابتدي اصلحها واشتغل على نفسي فيها، علشان هتأثر حتى على علاقاتي بالناس اللي حواليا. يعني صح، خصوصا لما نتكلم مثلا ان الشخص في عمر معين يبدي ينظر لنفسه، فممكن يعيد صياغه هالشخصيه. طبعاً. هذه هذا مو شيء ميؤوس منه، يعني طبعاً. مو خلاص انتهينا. صحيح. فشو تقولين حق الشخص اللي حاب انه يعني في صفات معينه مو عاجبته بشخصيته، شلون ممكن يغيرها؟ والله اولا هو محتاج التغيير بتاع عيوب الشخصيه. يعني خلينا نرجع ورا خطوتين. الاول ان انا لما ادرك ان انا عندي مشكله في علاقتي مع نفسي ابتداء، كتير جدا مننا ساعتها بيروح حاطط نفسه في المربع بتاع الضحيه، يا غاده انه انتوا السبب ان انا نظرتي لنفسي عامله كده، انتوا السبب ان علاقتي بنفسي عامله كده، ويفضل قاعد في الحته دي وكانه مستني ناس تانية هي اللي تيجي وتصلح له المشكله. عشان كده هو كان اول فصل حتى في الكتاب اسمه انا مسؤول او انا مسؤوله، انه خلاص اللي حصل حصل، اللي جاي من حياتي ده مسؤوليتي انا.
ده انا مش هسمح انه الفصول اللي جايه من الكتاب بتاعي ده يبقى فيهم نفس المشاكل بتاعت اللي فاتت. انا هقف واقفه وهغير اللي جاي. التغيير بتاع اللي جاي ده لو مبني على ان انا كاني حاطط شروط على نفسي، انا شايفاكي وحشه وعايزاكي تغيري 1 2 3 عشان احبك، التغيير ده هيبقى مش مظبوط. هيبقى هو بيعمل في نفسه نفس يمكن الاخطاء اللي تكون اتعملت فيه من الكبار اللي في حياته قبل كده. لا، هو لازم قبل ما اروح للخطوه بتاعت انا شايفه ان انا في عيوب وعايز اغيرها، الاول ارجع خطوه لورا واشوف ان انا البني ادمه دي انا بحبها، او البني ادمه دي انا شايفاها ليها قيمه، او البني ادمه دي انا مهتميه بيها. وبعد كده لما اتواصل معاها بالشكل اللي فيه الحب الغير مشروط ده والشكل اللي فيه تقبل، اقول لها طب تعالي عشان انا بحبك تعالي نغير العيوب اللي مضايقانا في دي، اللي هي الحاجه الوحشه او العيب زي ما انت بتقولي اللي مضايقنا. انا كلنا فينا عيوب، بس انا نفس الفكره زي ما ابني ممكن يكون في عيب وانا نفسي ساعده يغيره، لو انا بصله نظره انه انا شايفاك اصلا وحش ومش متقبلاك ومش بحبك الا لو غيرت العيب ده، انا كده مش بساعده. انا كده لان ساعات يمكن كلمات بسيطه طبعاً نقولها تفرق مع الطفل طبعا، وحتى تفرق مع نفسنا بالظبط كده. عارفه انت لو انت سمعتي نفسك بصوت عالي الكلام اللي بتقوليه لنفسك في دماغك، او تخيلتي ان حد بيقوله لك مثلا، او ان انت بتقوليه لحد، مستحيل تقوليه. لان احنا بنعرف نبقى ذوق قوي ومهذبين قوي مع الناس اللي حوالينا، بس تيجي مع نفسك صعبين مع نفسنا جدا. ففي الاخر ايه، بتبقي صاحبة كل الناس يا غادة وهي قطع معاكي مش صاحبتك. فبتبتدي الأول من التقبل ده. عندك إضافة يعني هي بالفعل إن إحنا ما نحب نفسنا. يعني شلون ما نحب نفسنا؟ إحنا ما قاعدين نتعرف على نفسنا. ما حد قعد وقال منو أنا، يعني شنو أنا أحب، ليش أنا ألوم نفسي. لازم أقبلها مثل ما هي. يعني كل إنسان يخطئ، كل إنسان عنده سلبيات وإيجابيات. فأول شيء أول علاقة لازم تبنين علاقة حب مع نفسك، وإلا لا تستطيعين. فاقد الشيء لا يعطي. إذا أنا ما أحب نفسي ما أقدر أحب الآخرين. وإحنا برمجونا على أن حب النفس هو الأنانية. صح، كلنا يعني شلون أحب وهذا نفسي. وهذا أكبر خطأ. حب النفس أن أنا أتقبلها مثل ما هي، أن أنا أحاول أشوف شنو اللي يسعدها، أحاول أرتقي فيها. عندي مشاعر تأذيني، حزن، غضب، خوف، قلق، أبتدي أشتغل عليها وأبتدي أتنظف من هذه المشاعر. يوم ما أتنظف منها راح أعيش سلامي الداخلي. لما أعيش سلامي الداخلي وأحب نفسي أبتدي أحب الآخرين. صحيح. سواء كان محيطي القريب، عيالي والقرايبي، أو الناس الثانيين. ومثل ما قالت الأستاذة هبة إن لازم حبنا لعيالنا حب غير مشروط. صحيح. ما يصير أنا أحبك بس لازم تسوي هالشيء، إذا ما سويت هالشيء فالطفل يفهمها، إذا ما سويت هالشيء ما راح أحصل على الحب. فهذا راح يأزمه. نعم. أنا حبي غير مشروط. وهذا كأنه يعني الأم تبتز الطفل. أي؟ لما يعني إذا طبعًا سويت كذي راح أحبك زيادة. هذه مقولة خطيرة جدا وراح تظل موجودة في بال الطفل. وإحنا معانا هذا الاتصال الهاتفي من إحدى الشخصيات الكويتية الرائعة، معانا الأستاذة نبيلة العنجري. مساك الله بالخير وحياك الله بليالي الكويت. يا أهلا وسهلا، مساكم الله بالنور وشكرا على يعني وجود الحبايب الأخت العزيزة إقبال والأستاذة الكاتبة هبة السواع وغادة. شخصيا يعني من زمان ما شفتك وما سمعنا صوتك. ولحنا عليك والله استاذة نبيلة وحياك الله. وانت يعني جزء من جروب فضفضة، فخلينا نفضفض مع بعض ومع المشاهدين عن هذا الجروب الرائع. بالضبط. بس أنا أحب أقول شغلة، انضمامي لفضفضة حقيقة يعني يا بالفترة، ودائما أقولها في فترة ما بهذه الأزمة اللي هي أزمة كورونا وأزمة الجائحة، واللي إحنا كلنا قعدنا تقريبا سنة ونص منقطعين عن أعمالنا، عن قرايبنا، عن أصدقائنا. وكان في هذه المرحلة حقيقة مرحلة تنظيف، نظفنا بيوتنا، نظفنا الأشياء اللي عندنا، حتى نظفنا المشاعر اللي داخلنا تجاه الآخرين. وكان من الأشياء وتنظيف العلاقات الأشياء الناس اللي كانت زايدة عندنا ابتعدنا عنهم. نعم. فكان يعني في يوم من الأيام
حصل ان انا يعني بالسوشيال ميديا عرفت ان في جروب اسمه فضفضه. فلما دخلت في هذا يعني اتصلت وطلبت الانضمام، كانوا طالبين يعني ان يفتحوا الموضوع حقيقه، يعني مثل ما تقولين عمل نقله مع النقله او الموجه التغييريه اللي تحصل حق الانسان في فتره من حياته. صحيح. الموجودين طبعا في فضفضة الاستقبال والعواطف والجروب كلهم قنيمة ودينة اللي هم المؤسسين، ويعني كلهم أعرفهم تقريبا من زمان أو بعضهم ما أعرفهم، أعرفهم بالاسم، لكن لما دخلنا مع بعض صرنا كأن أسرة واحدة. يعني لا ما تصدقين أن يوم الثلاثة أصبح مقدس، يوم الثلاثة صباحا من العشرة من تسعة كأني رايحة مكان يعني سعيدة أني ألتقي طبعا الموجودين من المؤسسين ومن المجموعات اللي تجي. في نقطة بس حب أقولها بالبداية، أن فضفضة الناس تقصد أو تعتقد أن فضفضة هي أن احنا نقول أسرارنا أو نقول أشياءنا الشخصية. نعم. فهني الناس يعني تقول شنو تفضفضون، مثل اليوم صار في تساؤل الناس تقول شنو تفضفضون، يعني تقولون أسراركم وتقولون يعني كل واحدة تطلع شكوى معينة وتتناقشون فيها. الفضفضة إحنا كل شخص دخل في فضفضة بما فيه فيهم يعني المؤسسة الأولى الاستقبال، إن كل إنسان عنده تجربته الشخصية وعنده إيجابياته وعنده نقول الأشياء اللي مر فيها بحياته، قد يكون عبرها وقد يكون استك يعني ظل فيها فترة بحياته وتأذى منها وبعدين نجح في الخروج منها. حلو. فإحنا كلنا لما ننضم مع بعض في اللقاء الأسبوعي هذا ونبتدي نتكلم أو طبعا البداية هو قراءة كتاب، ولكن ليس المقصود هو قراءة كتاب فقط، كل شهر حاطين لنا كتاب، لكن من خلال هذا الكتاب نشوف نماذج أنفسنا داخل هذا الكتاب. والحقيقة يعني اكتشفت أن كل إنسان، وأنا طبعا يعني داخلة في هذا المجال من زمان وأحضر دورات وأحضر دورات تطوير ذاتي، فمع هذا المجموعة الجميلة اكتشفت فعلا وقربت كثير من شعور أن كل إنسان هو بصمة وهو نغمة حقيقة. احنا نغمة، كل إنسان فينا هو نغمة، سوينا لحن جميل. نعم. لحن جميل بالتجانس وتبادل المعلومات. احنا قاعدين نتغير غادة، يعني العالم كله قاعد يتغير تغير خطير. يعني التغييرات ما كنا نفكر فيها بيوم من الأيام، كنا عايشين في دوامة من العمل، العلاقات الاجتماعية، السوشيال ميديا، الأشياء الكثيرة. لكن الوقفة اللي حصلت خلال السنتين اللي فاتوا خلونا نعيد التفكير في أشياء كثيرة، وحتى في أولوياتنا شنو نبي. نعم. من الحياة بالضبط. بعدين إحنا ما زلنا نفكر في الماضي. نعم. الناس للحين ما قاعدة تخرج من تجارب الماضي. أنت تقومين الصبح ما قاعدة تفكرين شنو بسوي اليوم، لا أمس حصل هالشيء بالشغلة الحزينة اللي صارت أمس، تصحين الصبح وأنت قاعدة تفكرين فيها، والأزمة اللي عندك قاعدة تشتغل والدوامة تكبر وتكبر وتكبر. صح. فالتغيير لما تقعدين مع ناس ناضجين وكتب قاعد تقرين وتندمجين في هذه القراءة لمدة ساعتين، تخرجين من واقع أنت تعيشين لحظة، وهذا المطلوب للإنسان. إحنا في قعدتنا بفضفضة فعلا نعيش اللحظة، لأن ما نفكر لا بأمس ولا بباكر، إحنا نفكر بيومنا ونفكر بالساعتين اللي قاعدين نتناقش ونتبادل حديث ونتبادل تجارب، يعني بشكل تمر علينا ساعتين وإحنا ما نشعر فيها. جميل جميل. أستاذة نبيلة، شو اللي لفت نظرك بكتب هبة السواح؟ هي عندها إصدارين، سندريلا سيكرت وشهرزاد أون فاير. أي نعم. أنا طبعا صراحة يعني كتاب سندريلا أول مرة قريناه السنة اللي فاتت أول ما انضميت للجروب، وكان قراءة سريعة. لما الحين هالسنة قريته مرة ثانية صراحة كتاب عميق، يعني يمكن يترجم أفكار ويترجم أحاسيس ويترجم تجارب حقيقة اللي هي
ما شاء الله عليها يعني استوعبت هذه الأشياء بذكاء واحترتها في كتاب، إنك أنت تقرينه مرة تبتسمين ومرة تحسين إن يعني انجرحتي من داخل، كأن هي قصدت في إنها توصل لهذا الجرح أو تحرك فيه هذا الشيء اللي هي كان مخفي، أنت مخبيته داخلك، أنت خاشيته داخل نفسك. نعم. لمست الجرح. اي طبعا. وفي اشياء بتضحكين عليها، يعني احنا مثلا يعني بالعمر والتجارب اللي مرينا فيها في اشياء يعني تقولين انا لا ناضجه وخالصه، بس في اشياء عميقه بالفعل الانسان يتعلم كل يوم، قاعده كل يوم نتعلم. والانسان اللي يقول انا اعرف كل شيء وخلاص، هذا الانسان اللي يكون يعني وقف دوران الحياه بالنسبه لاشياء كثيره بحياته. صح صح. شكرا جزيلا لك على هالمداخله القيمه استاذه نبيله، ونتمنى ان شاء الله نشوفك قريبا عندنا بليالي الكويت ان شاء الله. يشرفني يا غاده، وشكرا لك والفريق العمل والاستاذ اقبال منوره الشاشه والاستاذه هبه. حياك الله. يا هلا ومرحبا فيك. الله يخليكم. شكرا استاذه هبه. نتكلم عن، تبين نبدي من البداية من سندريلا سيكرت ولا من آخر كتاب شهرزاد أون فاير؟ خلينا من الأول. نبدأ من الأول. شو اللي خلاك تكتبين هذا الكتاب بالذات وشنو يحتوي عليه؟ والله هو الكتاب أنا ما كنتش في خطتي عامة إن أنا أكتب كتاب، لأن أنا بحس إن دي حاجة، دي مسؤولية كبيرة قوي، يعني إن أنت يبقى كتاب في ايد عدد كبير قوي من الناس انت ممكن تبقي ما بتتكلميش معاهم او مش شايفاهم وشك في وشهم، يعني فهي مسؤوليه كبيره. حلو. بس انا بشتغل في الكوتشنج وفي الكورسز والتريننج وكده بقالي من كنت 2013 تقريبا او 2012 كمان، وبدات كنت ادي كورس اسمه ليفنج اون بيربس او الحياه على لشغف او لغايه، يعني من 2014. والكورس كان كله ليه علاقه بعلاقه البني ادم بنفسه، كان كورس طويل وثلاث شهور وفيري يعني انتنس جدا، كورس تقيل على الناس، نتقابل كل اسبوع وناخد حاجه معلومه جديده ونعمل واجب ونرجع نتقابل وهكذا. حلو. فلما عدت 2014 2015 2016 وشفت النتيجه الرهيبه الحمد لله اللي شفتها في الناس اللي كانت بتحضر الكورس ده، حسيت انه انا محتاجه ان انا اوسع او انشر النفع ده لعدد اكبر من الناس يمكن يكونوا مش هيقدروا يحضروا كورس، او سواء باسباب ماديه او اسباب لوجيستكس او كده. فقررت انه انا عايزه اكتب. فخلاص انا كده كده كنت بكتب طول عمري مقالات بتاع، لكن عمري فكرت في كتاب يعني، فقلت انا هكتب كتاب. وبعدين كان عندي تحدي مشكله كده انه اكتب كتاب ازاي، كتب التنميه الذاتيه كلها اللي بيسموها نون فيكشن بوكس، يعني كتب تقيلة، كتب معلومات وكلام ورا بعضه، والناس ما بين ان انا هقرا كتاب فيه علم فعلا وقيم جدا بس هيبقى كتاب تقيل عليكي وتحس ان تاخدي وقت عقبال ما تقريه، او هتقري كتاب لذيذ لطيف بس هتبقى رواية ممكن تبقى ما فيهاش العمق بتاع الكتب التانية. فطيب ازاي اخلي كتاب يتكلم على التنمية الذاتية بس يوصل للناس بسهوله، مش بس للناس اللي بتحب تقرا يا غاده، للناس لكل الناس. يعني انا اشبهها بالبوب كلتشر. أيوة. يعني انت جبتي الدسامه كلها واعطيتيها بطريقه شعبيه جدا. بالظبط كده، فحاجه سامي فيكشن، فحطيتها في اطار القصه. وكنت ساعتها بفكر ايه القصه، انا مش مؤلفه قصص في الاخر، فانا عايزه اجيب قصه كلنا عارفينها. احنا كلنا محدش فينا ما يعرفش قصه سندريلا. اكيد. وناس كتير تربيتهم على الروايات وعلى افلام ديزني زرعت فينا بالذات الستات، يعني انه اقصى حاجه في الحياه انت المفروض تكوني بتهدفي ليها هي الجواز. نعم. انك تتجوزي. نعم. ولما تتجوزي كل مشاكلك هتتحل. فكل الافلام كانت بتنتهي بايه؟ بالنهايه زواج الاميره. بالظبط كده، خلاص اتجوزوا دي ليفد هابلي افر افتر، فالبنت تتجوز والولد يتجوز ومستنيين بقى ان هم يبقوا في الهابلي افر افتر، فتلاقي هيلاقوا المصاعب توها تبدي. ايوه ارض الواقع، مش عشان هم وحشين بس عشان الحياه مش كده. فروحت عملت ايه؟ خدت سندريلا وقلت لها تعالي بقى نشوفك عملت ايه بعد الهابلي ايفر افتر اللي انت اقنعتينا بيها دي. فجبنا سندريلا بعد الجواز. شارمنج السوا، ما كان شارمنج اطلاقا الظاهر. والله كان غلبان يعني هو كمان، بس هي كانت توقعاتها من الجواز غير واقعيه، فبقت تعيسه. وبقت لايمه مين؟ برنس شارمنج. انت قاعد في حياتي بتعمل ايه؟ طب انت المفروض تكون بتساعدني، انت المفروض تكون بتعمل كل حاجه عشان ابقى مبسوطه. صح صح. وده مش الواقع بتاع الحياه مش كده. فخدنا سندريلا بعد
ما اتجوزت وهي بتبعت جوابات للساحرة اللي هي أنقذتها أول مرة ولبستها الفستان، بتقول لها الحقيني أنا مش مبسوطة، أنا المفروض أكون مبسوطة، الحقيني أنت فين؟ ففضلت الكتاب كله الساحرة دي، بدل بقى ما عملت لها سحر ومعجزة، لأن إحنا برضو بقينا مستنين المعجزة اللي هتنزل علينا من السماء، عملت لها كوتشنج في خدت بقى، بس ببلوت لازم تقري الكتاب عشان البلوت تويست كان لذيذ. عملت لها كوتشنج في علاقتها بمرات ابوها وعلاقتها باخواتها اللي هي الفوز كان اسمهم ايه مش فاكره، دوريه ومش عارفه ايه، وعلاقتها بنفسها وعلاقتها بجوزها. فجت من هنا الكتاب، وهو كتاب متقسم، عشان سالتيني الكتاب عن ايه متقسم ازاي، كتاب متقسم حضرتك بقى هتبقى عارفه الفصول اكتر مني ما شاء الله. قريتها مرتين هي انا اكثر من مره يعني ناقشناه في فضفضه، لان كل جروبات جديده نرجع يعني، لان انا احس ان هبه بطريقتها يعني مثل ما هي دمها خفيف، الكتاب دمها خفيف، فلطف شويه من الماده العلميه في تطوير الذات. حلو. فهي يعني جابت شخصيه ان اول شيء يبتدي فيه الانسان نفسه. فلما جابت شخصيه سندريلا اول شيء طبعا البدايه الفصل تقول منو انا وشنو هدفي من الحياه، بعدين تبتدي تدخل بسندريلا، اللي سندريلا اللي كل الناس حاسدينها ان اخذت الامير، بس هي مو مبسوطه، فابتدت معاها تعالجها انها رجعتها لنفسها، لازم تعرف ايه هي، منو هي وشنو تبي علشان تقدر تفهم الآخرين. حلو. يعني هي المشكلة مش بالآخر، المشكلة بالإنسان بنفسنا، خصوصا أن هي ذكية اختارت سندريلا لأنها عاشت فترة ظلم، وإحنا يمكن من ما أدري ثقافتنا العربية أن دائما كذي البنت عندها إحساس أن هي مظلومة دائما وضحية، عشان كده فاكر كان أول فصل أنا مسؤولة. أنا مسؤولة يعني سندريلا كان ممكن تغير واقعها، صح، تروح تقول حق أبوها أن مرت أبوي مذتني، صح، ولا تروح تقول حق مرت أبوها أنا ما أبي أشتغل، وتروح تقعد مع الفيران والطاوة يعني هي مسؤولة عن حياتها. هذه أول شيء، أن أنا مسؤولة عن اختيار حياتي، صحيح، أنا أقرر شنو أبي في هالحياة. إحنا طبعا مشاركات تويتر جميلة، لقاء هبة السواح من الأخت غدير قاعد تقول قيمة مضافة، وتشكر الأستاذ أقبال العيسى وأن أنت استضفتي هبة في فضفضة، وبنت الكويت تقول إحنا بحاجة للحوارات التلفزيونية الثقافية للاستفادة مما يكتب بين السطور واستفادة للعقل وقيمة لذاتنا، كدنا نجهل الحياة ونجهل قيمتنا لولا القراءة. وكان في سؤال أيضا من الأخ يقول شلون أجعل ولدي يشعر بالأمان، وهل خوفي عليه جيد أو نافع؟ إحنا نصير وايد بروتكتيف مع عيالنا، نخاف عليهم حتى من الهواء الطاير، فهذا ممكن يعني ما يساعدهم في بناء شخصيتهم مواجهة العالم. وأكيد المرأة أو الزوجة الأم الأخت هي عماد المجتمع، أنا أسميها، لأن لولا المرأة يمكن المجتمع ما يكون موجود، لكن هذه المرأة هل ثقافتها أهم أو يعني أن هي تكون زوجة أم لها بيتها وعيالها وتربية أبنائها هذا الأهم، أو أن هي تكون أم لكن مثقفة؟ خلونا نشوف الجمهور شنو قال من خلال هذا الاستطلاع. الثقافة أن تكونها ملمة في كل أمور الحياة، وأيضا ملمة في أمور الأسرية، وملمة في أمور الثقافة العامة. ثقافة المرأة والقيام بواجباتها الأسرية وجهان لعملة واحدة. عدسة ليالي الكويت رصدت آراء الناس بأهمية كل منهما. أهم شيء تكون عندها ثقافة، يعني لازم تكون جامعية مثقفة وراها وظيفة، مو بس إن هي يعني تقعد في البيت وتجاب بيتها. المرأة لبيتها ولعيالها ولزوجها أولى من ثقافتها ودوامها. من يعتقد أن الثقافة يجب أن تكون بعيدة عن أسرتها؟ الثقافة تقربها إلى الإنسان، لا تقصيها عنه. الثقافة مهمة وأداء الواجبات مهم. وتعتبر المرأة المثقفة عنصر مهم وفعال في تربية الأجيال القادمة في يومنا هذا. ثقافة المرأة تعتمد على بيتها وعلى ثقافتها الشخصية، متى ما ادمجت الاثنين راح تنتج عيال جدا جميلين بالمجتمع. هو الشيئين يكملون بعض، يعني ما يصير واحدة مثقفة وفهمانة وواجبات بيتها تركتها، والعكس صحيح يعني.
الثقافة يجب أن تكون مع المرأة، تقوم واجبها في البيت، واجبها أمام عملها، واجبها أمام أسرتها، وأيضا تكون مثقفة. وتبقى الموازنة بين ثقافة المرأة وتدبير شؤون البيت من أنجح الطرق للوصول إلى الاستقرار العائلي. المرأة هي قادرة على أن تمزج ما بين عملها وأولادها، هذه ثقافة المرأة. ما يخالف يكون إن تأخذ من الثقافة شوية وتأخذ من واجباتها شوية، يعني أن يشعر الرجل بالأمان، هذه أعظم ثقافة. مجتمع هالأيام يتطلب أن تكون المرأة فاهمة شوي. رجل راح يرتاح مع شخصية امرأة من هذا النوع. إيش رأيكم، تحبون تجاوبون على السؤال؟ أنا يعني في رأيي ما في تعارض بين أن المرأة تكون مثقفة وتكون زوجة وأم وتربي عيال، بالعكس هي لما تكون مثقفة أو واعية راح تفيدهم، حتى العلاقات راح تكون علاقات يعني صحية جيدة أكثر. مثمرة. بالعكس قلة الوعي وقلة الثقافة يمكن تساعد على أن العلاقات بين الأسرة ما تكون علاقات سليمة. ما في تعارض، ممكن تكون زوجة وأم وتربي ومثقفة ومتعلمة. يعني أنا أشوف أن التعليم والمعرفة ضرورية، مهم جدا. هبة، أنا طبعا موافقة جدا على الكلام أستاذة إقبال، مفيش تعارض أبدا. وفي الحديث عن طب تشتغل ولا ما تشتغلش، يعني هو موضوع الثقافة ده لا غبار على أنه أنا لو مش مثقفة أنا مش هعرف أربي ناس جيل كويس، فأنا ده هيأثر بالسلب على دوري كأم. فكرة بقى أن أنا أشتغل أو ما أشتغلش، أنا نفسي بس نطلع من القولبة بتاعت أن في طريقة واحدة بس هي الصح وطريقة تانية غلط. في واحدة ست هي حابة تشتغل وبالعكس شغلها بيخليها تقوم بواجباتها التانية أحسن لأن نفسيتها بتبقى أحسن وبتعرف توفق ما بينهم كويس جدا. في واحدة ست تانية ما بتحبش ده وعايزة تقعد تتفرغ للولاد، وهي دي صح ودي صح. يعني فيش طريقة واحدة في الآخر. الرول أو القاعدة العامة أعطي كل ذي حق حقه، فهي مدية نفسها حقها وولادها حقها وجوزها حقها وبيتها حقها وخلاص، هي مش مطالبة أن هي تشتغل، لازم تشتغل عشان تبقى واحدة ليها كيانها، أو ما ينفعش تشتغل عشان تبقى أم كويسة. ده صح وده صح. جميل، خلينا نرجع لكتبك ونتكلم عن شهرزاد. شنو موضوع شهرزاد؟ فهمنا سندريلا. اوكي، شهرزاد كان سندريلا كان 2017 12، واخدت فيدباك من الناس، ايه رايكم يا جماعه، ايه الحاجات اللي ناقصه، ايه المواضيع اللي احنا لسه عايزين نتكلم فيها، وابتديت اعمل محاضرات ليها علاقه بالمواضيع اللي الناس بتقول عليها دي. فلحد ما اطمنت انه انا عندي المعلومات او المعرفه اتكونت عن المواضيع دي، وايم ريدي دلوقتي ان انا ابتدي اكتب كتاب. فشهرزاد هو زي كانه الامتداد بتاع سندريلا، شكل اعمق شويه، عشان كده قلت لك نبتدي في سندريلا الاول. ونفس الفكرة، أنا خدت مواضيع عن علاقة البني آدم بنفسه، علاقة البني آدم بالناس اللي حواليه، علاقة البني آدم بمشاعره، علاقة البني آدم بالشغف بتاعه أو نقاط القوة والضعف اللي عنده، الاهتمامات بتاعته، القيم بتاعته، علاقة البني آدم بالخطة بتاعته في حياته، الوقت اللي ربنا مديهوله، وتعامله مع التغيير اللي بيحصل في الحياة. وبرضو خدت المعلومات دي وحطيتها في إطار قصة شهرزاد وشهريار، ألف ليلة وليلة، لأن القصة كلنا نعرفها. وعملت بلوت تويست برضو، بس يعني بس عايزة تعرف البلوت تويست. عايزة أعرف شنو التويست. البلوت تويست كان أنه أنا كان عندي تشالنج في قصة شهرزاد وشهريار، أنه القصص الحقيقية بتاعت ألف ليلة وليلة ما تعرفيش تطلعي منها المعلومة بتاعة التنمية الذات أو تطوير الذات. فأنا عايزة قصص أعرف أطلع منها كده. فعملت بلوت تويست إن هي واحدة بنت عادية، في يعني كانت بتمثل على المسرح، مسرحية شهرزاد وشهريار، هي بتدرس في كلية تربية أظن أو أداب مش فاكرة. وبعدين وقعت، صحيت من النوم لقيت نفسها في عصر شهريار الحقيقي. وهي مطالبة النهاردة، لأن هي عارفة قصة، فهي مطالبة النهاردة كل يوم تحكي لشرار حكايه عشان تفضل عايشه. وهي في القصر بتاعه او في المملكه بتاعته، يعني بتبتدي تلاحظ المشاكل اللي عنده. شهريار كان عنده مشاكل ليها علاقه ب، جبت بقى الروت بتاع القصه، هو ليه كان بيقتل الستات اصلا، ليه علاقه بخيانته، خيانه مراته اللي قبل كده. عنده مشاكل في علاقته بمامته، عنده مشاكل في تعامله مع الناس اللي حواليه. فابتدت برضه هي تعمل له كوتشنج كل يوم في صوره قصه. فكل فصل في الكتاب كان قصه مختلفه. يعني راح نعرف شويه اسرار شخصيه الرجل.
شخصية والله بصي هو ممكن تكون الرجل والمرأة لأن هي هو يتكلم عن مخاوفه صحيح. عن فكرتها عن سعادة أن السعادة هي متعة خارجية مش السعادة من الداخل صحيح. فهي هبة في كل فصل تعالج نوع من مخاوفه من تعامله مع الخيانة كلها ترجع نفس الشيء لا هو شخص مش اللي حوله مش الخارج هو الداخل لما يتغير الداخل يتغير الخارج احنا دائما عبالنا الخارج هو اللي غيرنا ابدا انت لما تتغيرين من الداخل الخارج كله يتغير يعني وهذه احنا عشناها مع الوعي لما نبتدي نفهم مشاعرنا لما يكون عندي وعي بافكاري السلبيه عندي وعي يعني احنا كنا نتكلم مثلا عن الناس اللي كلها يتذمرون هي هبة تكلمت عنها بعد بسندريلا الناس اللي كلها متبرمين كلها معاجبهم شيء كلها هاي النظرة السلبية هاي الأفكار السلبية مثل ما قلتي تجذب أفكار سلبية وبالتالي نظل نجذب الأشياء السلبية تعيشين بهالسيركل هذه دائرة دائمة لكن لما تغيرين فكرة السلبية إلى فكرة إيجابية وتشوفين الأشياء الحلوة راح تبتدين تجذبين فشنو اللي تغير لما تغير أنا يتغير اللي برا نعم معنا هذا الاتصال أيضا من الأستاذة هدى المدلج أخصائية تغيير نمط الحياة مساك الله بالخير أستاذة هدى ويا هلا مرحبا فيك مساك الله بالنور أختي غادة شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة أني أتكلم في هذا البرنامج الجميل كزوجة دبلوماسي في الخارج لمدة طويلة 27 سنة في الخارج كان برنامج ليالي الكويت صراحنا ملاذنا الوحيد ان نشوف اخبار الكويت ونشوفكم ونحس كأن احنا في الديره صراحه الله الله على هالكلام اي والله صراحه اقول ياها من قلبي انت كنتي فعلا وجهك لما يطلع بالتلفزيون واحنا برا نحس كأننا شايفين الكويت واهلنا يا حبيبتي اشكرك جدا على هالكلام احب اقول هالكلمه لانها من قلبي طالعه شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هالمداخله حبيبتي وطبعا انا في حضره استاذتي الجميله اقبال العيسى اللي يعني الفرص الجميله اللي اتاحت لي اني اتعرف على فضفضه وجروب فضفضه ما تتخيلين سعادتي اني اكون خارج الكويت لفترة طويلة وأنا إنسانة دائما أحب العلم أبحث عن الجديد دائما في أبحاث دائما أدور وين ألقى الثقافة وين ألقى بؤرة نور يعني أستفيد وأفيد الناس فسبحان الله كانت صدفة تعرفي عليهم كانوا يقرون كتاب أنت بلاسيبو للدكتور جو ديسبنزا وكان هذا الكتاب طبعا من الكتب المؤثرة في التشافي الذاتي وفي تغيير نمط حياتك فسبحان الله كنت في زيارة الكويت كنا في ألمانيا وأنا كنت متخرجة من أكاديمية في ألمانيا تتكلم عن هذا إن هذه النظرية الموضوع. نظرية التشافي الذاتي سبحان الله نعم. فالكريدت goes to فاطمة سعود العصفور حبيبتي هي اللي قالت لهم إن هدى موجودة وعندها علم جديد فإيش رأيكم فسبحان الله الكتاب هم مثل ما أثر كتاب أستاذة هبة على إنشاء فضفضة كتاب دكتور ديسبنزا يعني قربني إلى هذه المجموعة تلقيت دعوة إني ألقي المحاضرة ومن هناك يعني أستاذة غادة ما تتخيلين سعادتي لما شفت الجروب خلصت محاضرتي ما أبي أطلع من المكان أصلا لو تشوفون المكان نفسه ديوان العيسى القديم في كيفان حولوه إلى ملاذ للنساء للسيدات المجتمع الراقيات اللي كل واحدة منهم عندها خبرة تتعلمين منها فالإنسان إذا ما يتطور ما يلتقي بناس أحسن منه ماكو فايدة بحياته يعني أنا أبيك أتعلم كل يوم أبي أكون مع ناس يرتقون فيني حتى أنا كذلك أرتقي بنفسي بعائلتي بمجتمعي لأن مجتمعنا محتاجنا محتاج كل خبراتنا علشان فعلاً نشوف الأثر هذا في مجتمعاتنا وأحييكم أستاذ أقبال وخواتها بنات العيسى وأستاذة هبة ما حصل لي أشوفها لكن إن شاء الله الأيام تجمعنا قريباً بإذن الله
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذة هدى على هذه المداخلة الجميلة جدا، ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. جزاك الله خير، شكرا جزيلا، حياكم الله. يا أهلا وسهلا. عندنا الحين هذا الاستطلاع، يعني نشوف المفروض المرأة تفضفض لزوجها وعيالها أو لصديقاتها، نشوف الناس شنو قالوا. الفضفضة وسيلة من وسائل تخفيف حدة التوتر إزاء الضغوط اليومية. عدسة ليالي الكويت رصدت الآراء لمن تفضفض المرأة. والله حق صديقاتي، يعني تأخذ وتعطي معك أفضل أحسن، يعني تكون فاهمتك وكذي، وما في مجاملات أو مصالح أو شيء. أنا بنتي الكبيرة أعلمها بأسراري وأعلمها اللي بالمشكلة اللي عندي، لأن هي اللي تعرف اللي عندي. والفضفضة نوع من أنواع العلاج النفسي يتم من خلالها الإنصات وتقديم الحلول للأوضاع الراهنة. الفضفضة صراحة حق بناتي، ولما أفضفضها مرتاح نوعين ما الحمد لله. فضفض حق أمي صراحة، لأنها كاتمة أسراري، ما أفكر أي حد ثاني صراحة. الشخصية التي يتم الفضفضة إليها سواء كانت الزوج والأولاد أو الصديقات يجب أن تكون أهلاً للثقة. أخواتي، أمي مثلاً، عرفتي، بناتي، قولي لو سرج أهلش تترى وشقاطات. حياكم الله، وشكرا جزيلا لكل متابعينا بتويتر والكل. طبعا الكلام الجميل جدا، وأكيد راح أرجع إن شاء الله بعد شوي أقرأ، وأكيد زملائنا الأعزاء قاعدين يعرضونا على الشاشة معانا. إيش رأيكم بالاستطلاع؟ الفضفضة تكون لمنه؟ يعني هم الفضفضة هم متصورين أن الواحد بيقول أسراره، هو ما في جبر حق أي إنسان أن يتكلم أو لا. إحنا الفضفضة اللي عندنا يعني هي في موضوع ينطرح، يعني ليش حطينا الكتاب؟ إحنا مو نادي كتاب، ولا إحنا يعني مثلا نقدر نقول أن نادي ثقافي أو صالون ثقافي، إحنا جماعات داعمة. نعم. فاللي موجودين ناس أول مرة تشوفينهم، وناس ما يعرفون بعض، وما نعرف خلفياتهم، ومن مختلف الأعمار، من مختلف الثقافات، فهم جايين علشان يسمعون شيء يريحهم أو يتكلمون في موضوع يستفيدون منه، يعني في معرفة قاعدة تنضاف لهم. فأما لما يشوفون هذا، بالإضافة إلى أن احنا جلستنا ما فيها إصدار أحكام، ما أحكم على هذه اللي تكلمت وقالت عن أمها أو أبوها أو أختها أو زوجها، هي تتكلم جايتها بتعرف شلون تقدر تتعامل معها، مش جاية تصدر أحكام عليه. فبالتالي هي غير عن فكرة أن أنا أي أفضح أسراري. نعم. فالناس فاكرين أن الفضفضة هي أسرار، لا. طيب هل المرأة ممكن تفضفض بمكنونات قلبها لزوجها؟ طيب خلينا نقول الأول حتة بس علمية كده، أنه طبعا هو الإنسان كل البني أدمين محتاجين حد يسمعهم، كلنا عندنا الاحتياج ده، بس هي المرأة عندها احتياج للفضفضة أكتر بكتير من الراجل، وده مرتبط يمكن بهرمون السيروتونين عندها. عشان كده عدد الستات اللي بتروح لدكاترة نفسيين أو لكوتشز أو لجلسات مجموعات دعم زي أستاذ إقبال ما بتقول أكتر بكتير من الرجال. فده احتياج عند المرأة. الفكرة كلها أنا الاحتياج ده لو أنا حطيت في دماغي أنه شخص واحد بس هو اللي دايما مطالب أنه يلبي الاحتياج ده عندي، هو دايما المطالب يسمعني، أنا حطيت ضغط زيادة قوي على الشخص ده، خاصة لما يكون الشخص ده ما عندوش نفس الاحتياج زيي، فممكن ما يتفهمش قوي. يعني أنت صحابك البنات أو المجموعات الدعم النسائية أو كده بتبقى متفهمة احتياجاتنا، أنه إحنا يا جماعة مش بنفضفض عشان نحكي أسرار أو عشان نشتكي من حياتنا، إحنا لما بنتكلم مع بعض كأن الصورة بتوضح قدامنا وبنطلع حاسين بمشاعر أحسن. الراجل لما بيفضفض عادة بيبقى عشان عايز اللي قدامه يقول له حل المشكلة. فهو احتياجه للفضفضة وللكلام أقل مني،
ونظرته للفضفضة مختلفة شوية عني. بيبقى بيدور مش على ان احنا نفتح مواضيع، لا هو بيدور على حل للمشكلة، وإلا مش هيفضفض. نعم. ده مش معناه علشان كذي جون غراي قال ان المرأة لما تي تشتكي للرجل هو يقاطعها ويبدي يعطيها بالزبط. حلول للمشاكل. بالضبط كده، هي بس محتاجة احد يسمعها فقط. يسمعها بس بالضبط. عشان كده ده مش معناه ان انا ما فضفضش لجوزي، ولكن ده معناه انه لازم يكون عندك كواحدة امرأة عندها الاحتياج ده عالي دوائر مختلفة تعرفي تتكلمي معاها. طب وفرضا هي عايزة تفضفض منه، تفضفض معاه مفيش مشكلة. تبي تشتكي منه لا بصي بقى، خلي بالك من حاجة بس، انه طبعا احنا ساعات كتير بنقع في مشكلة انه في ناس بتستبيح فكرة ان انا اتكلم على اسرار بيتي، ودي حاجة مش صح تماما، وحاجة يمكن بتجيب نتيجة عكسية. لان الواحد لو اتكلم بطريقة غلط واتكلم مع شخص غلط بتحصل مشكلة أكبر. فلازم أخد بالي أنا بتكلم بأنهي طريقة، ولازم أخد بالي أنا بتكلم مع مين. يعني زي ما أستاذة إقبال دلوقتي كانت بتقول إنه المجموعة فضفضة مجموعة مش بتحكم على غيرها، دي نقطة مهمة جدا، إن أنا أكون بتكلم مع شخص مش هيحكم عليا، بتكلم مع شخص مش هيروح ينقل الكلام اللي أنا قلته له حتى على سبيل حسن النية لحد تاني، بتكلم مع شخص مش هيحكم يعني أو مش هيديني نصايح بيست على حياته هو. أنا لو مكانك يا غادة كنت هعمل كذا، أنت مش مكاني، أنت بتسمعني وتحاول تساعدني أنا ألاقي حل، أو لو أنا محتاجة حل يعني، أو أنا أميك سنس من الحاجة اللي أنا بحكيها لك. بس في النهاية لو أنا كل فضفضتي رايحة لشخص واحد بس، فالشخص واحد ده بني آدم هيتعب. وبما أن الاستطلاع كان بيجيب سيرة الأطفال كمان، هل أفضفض لأولادي ولا لأ، برضو تيك كير قوي في الحتة دي، لأن في أمهات بتفضفض لأولادها بطريقة تشيلهم الهم، كأنهم يعني الطاقة السلبية بتتنقل للأطفال، وكأنها لعبت هي دور بنتهم، هي البنت وهم الأهل، وده مسؤولية كبيرة قوي على الأولاد. أيوة، يكبرهم يعني. بالظبط كده، بتكبريهم وتشيليهم الهم، وهم ما عندهمش النضوج زيك أنك أنت تسمعي بس تبقي عارفة أن المشكلة هتتحل، هو أنت شعورهم بالأمان. فساعات لما بتفضفضي مع أولادك وتشتكي لهم، بالذات لما واحد تشتكي من الأب للولاد، أسوأ حاجة ممكن تحصل. لأن لا تشتكين من زوجك لعيالك، يعني نظرتهم حتى للأب راح تتغير. بالظبط كده، وإحساسهم بالأمان هينهار يعني. هو هاي النقطة، أن أكبر غلط أن الأم أو الأب يفضفضون للأولاد، قاعدين يحملونهم مسؤولية أكبر من صح عمرهم. صح. الفضفضة لما أحس أن في ناس قاعدين يسمعون لي، يعني لما يكون الإنسان محتاج بشدة إلى شخص متخصص، إحنا نوجهه أن أنت في هالحالة محتاجة تشوفي لك شيء. لكن لما يكون مثلا مجرد ان انا ابي احد يسمع لي. صحيح. وحتى ان شلون انا اتعامل مع، يعني احنا معانا عندنا دكتوره نفسانيه، ويانا صاحبتي دكتوره بثينة مقهوي، تي من ضمن جلسه فضفضه، عندنا ناس حقوقيات، عندنا ناس مهندسات، عندنا ناس، فلما تكون في مشكله او في الفضفضه في ناس يساعدونهم. هي مش ان انا بس بي اقول اسراري او بي اتكلم، وكلهم ما يتكلمون عن الطرف الآخر اللي مسبب لهم المشكلة، ما يتكلمون عن نفسه، بس هم جايين يبون حل، جايين يبون أحد يساعدهم. يعني حضرتك من السيدات المحظوظات، كنتي من أوائل الكويتيات اللي راحوا درسوا في القاهرة، وكان الذهن متفتح جدا، رجعتي واشتغلتي في وقت يمكن كان العمل للمرأة صعب جدا، اقترنتي بشخصية مهمة جدا في تاريخ الكويت وجامعة الكويت، طبعا الدكتور الراحل الكبير خلدون النقيب رحمة الله عليه، ونشوفه في هذه الصورة. شنو تقولين يعني عن هالحظوظ اللي حظيتي فيها من الحياة؟ الحمد لله، يعني أنا أعتبرها نعمة من الله، أن يعني في كل مراحل حياتي. أنا اللي عجبني بعد في كتاب هبة، أن قالت في أي علاقة أنا والآخر في علاقة 3D، أن في الله موجود. صح. يعني بأي علاقة شخص مع آخر دائما لازم يكون الله موجود. نعم. فأنت لما تخلين شيء يعني تطلعت هذه عائلتكم الله يحفظ، لما يعني هذا 3D تقرب، يعني حتى لو تكون في أي مشاكل ممكن أن خلدون فكرة
متفتح. علي خلدون احتواني وأنا احتويته، يعني فكرياً ثقافياً على نوع الوعي اللي عشناه حتى في تربيتنا لعيالنا متفقين على وأنا علم نفس وهو اجتماع، الاجتماع هو علامة في علم الاجتماع. في وايد يعني أشياء مشتركة بيني وبينه، وهاي الأشياء المشتركة هي اللي مشت الحياة. تعرفين الحياة الزوجية ماكو مثل ما قالت أستاذة هبة، ماكو حياة كلها سعادة أو صحيح. كلها بالعكس، هي أصلا إحنا نخطأ ونتعلم من خطأنا. أصلا التعلم هو محاولة وخطأ، وماكو حياة اللي يقول أنا حياتي كلها دي، هذا يتجمل وغير حقيقي. إحنا اللي بنحاوله في فضفضة إن إحنا نكون حقيقيين. فخلدون كان سندي، خلدون كان يعني أقول لك يعني تعرف يعني في علاقة وايد حميمية بيني وبين الله يرحمه، رحمة الله عليه. وموته لما كانت فجأة وايد أنا تأثرت يعني نفسيا، صار عندي مخاوف واشتغلت على نفسي عشان. عاد هني دخلتي في حالة الاكتئاب، فقد الحبيب أستاذة هبة. الفقد هذا، وهذا يقود للتعلق، أن الإنسان ما لازم يعني بأي علاقة لا تتعلقي، هذه خذيها قاعدة، حبي وكل شيء، بس لازم تتقبلين الوضع وتعرفين أن الفقد هذا شيء بالحياة. فلا تربطين نفسك أو حياتك. أكو ناس بالتعلق خلاص تنتهي الحياة عندهم. يعني أنا أذكر واحدة من صاحباتي تقول يعني من اللي أول بهاتهم دي حشرين وصعبين وعصبين، تعرفين الرجال الأول. تقول إحنا لما توفى قلت يمكن أمي راح ترتاح، تقول عقبه توفت امي، لان تعلقها فيه بس اعتبرت ان حياتها انتهت. فيعني هذا التعلق، وايد ناس لما يفقدون شخص سواء كان فقد بالموت او فقد بال يعني بالافتراق، خلاص تنتهي الحياه عندهم، ما عاد يعني كانه خلاص بس يعني انتهت حياه. انت الحياه ما تنتهي اصلا، الحياه فيها الزين وفيها الشين، بس لازم اساعد نفسي واتقبل واسمح لمشاعري كلها تطلع، واقول لها بعدين انا عشت هذه المشاعر وما ابي انا اكبتها في داخلي، خلاص واعيش حياتي. يعني الله اعطاني حياتي، الذكريات الجميله تكون هي دافع لمستقبل اجمل ان شاء الله. امور كثيره ممكن توقف الواحد، يعني يصير في حاله كانه واقف بترانزيت، لا هو اللي قادر يروح يمين ولا هو اللي قادر يروح يسار. تختلف باختلاف طبعا كل شخص، ممكن أحد فقد حبيب، ممكن أحد فقد وظيفة، ممكن أحد أو سيدة ما صار من نصيبها الزواج، حتى اللي يكبر بالعمر يقول خلاص ما بقى في العمر شيء، ممكن يظل واقف منتظر ولا شيء. هني شو تقولين لهم؟ والله اولا في موضوع الفقد ده، يعني انا اتفق تماما مع كلام استاذه اقبال، انه يعني احبب من شئت فانك مفارقه. ف سبحان الله، هو التغيير هي الحاجه الثابته الوحيده في الحياه، التغيير كل شويه، مفيش حاجه في الدنيا بتفضل زي ما هي، كل شويه حاجه بتتغير. الفكره ان انا لما يحصل التغيير الكبير ده، زي فقد حد، زي طلاق، انفصال بالظبط، زي حتى فقد sometimes ممكن فلوس او صحه، انسان بعد ربنا يحفظنا كلنا يحصل له حادثه وصحته مثلا يعني يحصل له مشكله او كده، فاي كسره في دي بيحصل بيعاقبها زي سايكل كده الانسان بيخش فيها. الاول لخبطه رهيبه جدا، الاول يا غالة بتبقي ملخبطه جدا، واللخبطه دي لو انت زي ما استاذه اقبال بتقول طلعتي مشاعرك فيها، سمحتي لنفسك تحسي بالحزن وبالخوف وبالقلق وكل المشاعر اللي فيها، هتعدي. لو انت في اللخبطه دي فضلتي واقفه في مكانك طول الوقت بتعيطي او حتى كابته مشاعرك تماما ومش عايزه تشوفيها، مش هتعرفي تعدي تخشي على المرحله اللي بعديها. لما البني ادم بيسمح نفسه بتبقى عارفه عامله زي ايه، زي الانسان اللي عمل عمليه. انت في العمليه دي حصل فتحوا لك بطنك، وفي بعديها فتره نقاهه. فتره النقاهه بتعملي فيها ايه؟ ترتاحي، تاكلي كويس، ما بتقعديش تفكري ايه ده انا عملوا لي عمليه وافضل قاعده بس زعلانه عشان عملوا لي، او بتقعدي تفكري هو انا ليه مش عارفه امشي زي فلان وعلان. انت دلوقتي في المرحله دي بترتاحي وبتمشي يوم بيوم، بتعدي فتره النقاهه بتلاقي نفسك بتبتدي تعملي خطوه
خطوه ثانيه. والدكتور ساعتها بيقول لك طالما عملتي خطوه ما ترجعيش بقى تنامي ثاني، في خطوه حصلت كملي مشي. خطوه في خطوه بتطلعي من المرحله دي وتبتدي يبقى عندك يعني زي نظره ايجابيه على اللي جاي بقى. خلاص انا حزنت، طب انا عايزه اشوف انا المرحله اللي جايه من حياتي هعمل فيها ايه، لان انا تقبلت فكره انه التغيير اللي حصل ده شيء لابد منه. واقع. امر واقع، هذا امر واقع لازم نتعايش معاه. شكرا جزيلا لوجودكم معانا اليوم، استمتعنا وايد وتشرفنا بحضورك استاذه قبال. انت يعني منقطعه تماما عن حبيب. الاعلام فيعني احنا كسبنا وجودك. رجعتوني اي والله علشان خاطر عيون مشاهدين التلفزيون الكويتي. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا لك اصلا هذا اللقاء يعني قاده، وسعيده ان انا اليوم التقيت فيك. حياك الله. واحنا همنا يعني انا اللي يعني خلاني انا كان يعني مش بقاطع الاعلام بس قلت خلاص اكتفيت خلي. بس اللي يمكن يابني الحين ومع هدى انه اذا في منفعه يعني انا هذا اللي هدفي الحين في الحياه، ان كل مخزون هالمعرفه اللي والخبره اللي انا خذيتها ابي اعطيها للاخرين يستفيدون منها. جميل. اكو كتاب اسمه يقول مت فارغا. يعني كل شيء انت عندك زين طلعيه قبل لا تغادرين هاي الحياه عشان يستفيدون منها الاخرين. وهذا اللي خلى الحضاره تتطور. لما نرجع للمفكرين والفلاسفه هم حطوا البذره والاخرين بنوا عليها. فلما احط انا كل شيء واموت فارغه فانا كان دوري في هذه الحياة أو بصمتي اللي الله أعطاني إياها أنا حطيتها وأديت دوري، لأن الله ما خلقنا عبث. نعم. لنا دور في هالحياة. نعم. حطيتها وخليت غيري يكملون المشوار. فهذا هدفي إن أنا أديت. أستاذ إقبال السلام عليكي بس نفع والله العظيم بجد. يعني ما شاء الله هي شخصية يعني نادرة الوجود حقيقي بجد. يعني شكرا جزيلا لك يا هبة على وجودك، وإن شاء الله الكل يستفيد من محاضراتك ومن كتبك ومن كل إصداراتك. شكرا يا غيدة، ميرسي جدا على الفرصة الجميلة دي، وميرسي على حسن الاستقبال في الكويت بلد التاني. أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما يقولون العطاء بلا مقابل هو الكنز، هو كلمة السر اللي تخلينا نكمل مستقبل الكل عايش فيه بمحبة وسلام داخلي بإذن الله. نشكركم جدا على حسن المتابعة مشاهدينا، نرجع باكر بليلة جديدة من ليالي الكويت. أخليكم في أمان الله.